متابعي ابو كبير ميديا، اهلا بيكم في لايف جديد من قلب محافظه دمياط. احنا تحديدا النهارده من امام قلعه احمد عرابي. طبعا دي من المناطق الاثريه عندنا هنا في دمياط، وهي موجوده في مدينه عزبه البرج. زي ما احنا شايفين المنطقه دي من ايام الحمله الفرنسيه. خليني اكلمكم عن طابية عرابي شوية. طبعا هم سموها طابية بس هي قلعة، لكن اهالي مدينة عزبة البرج سموها طابية نسبة اللي فيه طابية مراكب وراها. عايزة اقول لكم ان طابية عرابي احدى القلع الحربية اللي اسسها الاحتلال الفرنسي على انقاض مدينة عزبة البرج بشمال دمياط، وذلك بعد معارك كتير حصلت بين قوات الاحتلال والمقاومة الشعبية المصرية، وانتهت بإزالة المدينة وتأسيس القلعة على أنقاضها انتقاما من أهلها. شايفين معايا؟ طبعا هنا دلوقتي بقى المكان مهجور، وبيقولوا اللي هو مسكن للعفاريت، بس احنا لو جينا أخدناها بزاوية حلوة هنلاقي دي حاجة أثرية مش موجودة هنا تاني. المفروض اللي كان المفروض اللي هو يتم ترميمها، لكن للأسف ما حصلش ده. بس انا عايزه اقول لكم ان مساحتها كبيره جدا، يعني شوفوا معايا اخده منين لفين. يعني كان بيقولوا ليها 3 ابواب زي ما احنا شايفين. طبعا الخليفه العباسي سنه 854 ميلاديا بنى برجين فيها، عشان كده سميت عزبه البرج بعزبه البرج نسبه للابراج اللي بنوها عشان يحموا الاحتلال منها. طبعا انا عايزه اقول لكم ان نهر النيل على الضفه الناحيه التانيه، انا عايزه ادخل معاكم جوه، يعني يا ريت تشجعوني اللي احنا ندخل وربنا حمينا ان شاء الله، واكيد مفيش حاجه هتسكننا ولا عفاريت ولا كلام من ده. انا عايزه اقول لكم ان القلعه بتتكون من سورين يفصل بينهما خندق باتساع 15 متر، يوجد بها العديد من الاثار الحربيه مثل الابراج. طبعا زي ما انا قلت لكم عشان المراقبه كانوا بيستخدموها للمراقبه، وطبعا للدفاع عن عده غرف كانت تستخدم كمساكن للجنود والسلاح، وطبعا اضافه كان فيها كمان مسجد صغير. طبعا هي دلوقتي اكيد هتبقى مرعبه، بس احنا هندخل مع بعض ونشوفها. انا عايزه اقول لكم ان مساحتها 60,000 متر مربع، اي يعادل 14 فدان تقريبا، ولها خطوط تجميل طبعا بالقرار اللي نزل 201. القرار كان 201 لسنه 1987، مقداره 20 متر. خلينا بقى ندخل نشوفها من جوه، نشوف الباب اللي بيوصل ليها. دي كمان المشنقه اللي موجوده. هندخل حاضر. هي ليها خطوط تجميل حرم اثري بالقرار اللي قلنا 201 لسنه 1987، مقداره 20 متر من جميع الجهات ما عدا طبعا الجهه الشماليه الغربيه اللي هي تقريبا. يلا بسم الله، ونقول بسم الله وندخل نشوفها مع بعض. طبعا مكان اثري زي ما احنا شايفين مع بعض. وطبعا كل الناس بتقول اللي هو مسكون عشان طبعا هو مهجور، بس اكيد مش هيحصل لنا حاجة. بسم الله، كل الحاجات دي اثرية بجد، حاجة عظمة. يعني الكلام اللي احنا شايفينه قدام بعض ده يعني من ايام الحملة الفرنسية، فدي حاجة عظيمة جدا. بسم الله، خلينا ندخل نشوف مع بعض الطابية من جوه. ده باب اهو تقريبا تم سدينه. شايفين مساحتها من جوه عاملة ازاي؟ هي فعلا مرعبة، مفكراني بالجيم اللي بندخله بكله رعب. خلينا لو نشوف الأوض مع بعض. هي طبعا بتحتوي على غرف كتير وعلى طرق كتير، بس خلينا نروح للنور شوية ونقول اللي هنا نهر النيل. ايوه ده نهر النيل اهو. اهو كان دي بقى، يعني هنا في طابيوت
عشان كده سموها طابية عرابي بدل قلعة عرابي، سموها طابية عرابي، عشان بعد كده عملوا طابية مدينة عزبة البرج، عملت طابية مراكب زي ما احنا شايفين. القلعة بناها الجيش الفرنسي أثناء الحملة الفرنسية على مصر، يعني دي حاجة من العظمة اللي في بلدنا. شايفين معايا المكان؟ طبعا سكنها المهاجرين من مدينة بورسعيد والإسماعيلية والسويس أثناء العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956. طبعا ليها دور ثالث كمان فوق، يعني أضاف إن مبنيها طابق ثالث لتستوعب عدد أكبر من أسر المهاجرين زي ما احنا شايفين مع حضراتكم. هنا السلم اللي بيطلع، بس طبعا دلوقتي مفيش سلم. القلعة كمان بتتكون من سورين يفصل بينهما خندق باتساع 15 متر. دي كمان غرفة تانية. بسم الله. انا عايزه اقول لكم اللي هي سميت قلعه عرابي في عام 1882. لان طبعا في الوقت ده القلعه احتضنت بيها مواجهه الاحتلال البريطاني، واطلق عليها منذ ذلك الحين طابية عرابي. ما احنا شايفين، لو نبص هنا بقى، هنا نهر النيل. الحمد لله يا جماعة دخلنا وخرجنا، ويعني مخضوضين شوية، بس طبعا الكلاب هنا كتير، بس ما فيش اكيد، ما يعني ما فيش حاجة مستنا الحمد لله. خلينا اوريها لكم من فوق. المكان فعلا هنا خرافة، يعني احنا هنا في مكان اثري، عظمة بجد. يعني المكان ده من أيام الاحتلال الفرنسي، يعني هو لو يترمم، أنا عايز أقول لكم اللي فيه ناس بتيجي هنا تعمل يعني تيجي هنا تتصور وتيجي هنا تشوف المكان، لأن مفيش يعني دي من الآثار بتاعة دمياط هنا. لو نشوف مع بعض المكان، طبعا متبهدل من هنا، يعني هو محتاج حبة اهتمام وحبة ترميم. خلينا نشوف مع بعض. هنا بقى طابية المراكب، عشان كده سموها بطابية عرابي. يا رب اسمها معتصم تسلم دي، ربنا يحفظني ويحفظك ويحفظهم كلهم يا رب. ده كمان باب اخر ليها. بسم الله. هو انا عايزه اقول لكم اللي فعلا المكان مرعب، يعني هو مرعب فعلا، لان طبعا مهجور، ودايما يقولوا له خلاص بقى مسكن للعفاريت، بس مفيش حاجة من الكلام ده ان شاء الله. هو بس عبارة عن ان هو مكان اثري لازم يترمم طبعا ويتحافظ عليه، لان ده اثار هنا عندنا، يعني قلعة احمد عرابي اللي موجودة منذ الاحتلال الفرنسي. مساحتها عظيمة، ومكان فعلا يستحق مننا ترميم ومنخف. يعني الحمد لله احنا دخلنا وخرجنا وشفناها مع بعض. كان بودي اطلع فوق كمان، بس المشكلة ان السلم مكسور، يعني مفيش سلم عشان نطلع عليه. المكان زي ما احنا شايفين يعني ما ترممش. تقريبا اخر حاجة رموه كان في احتفال ضخم من قدامه، وكان عاملين انارة حلوة جدا، وكان شكل يعني اخذ تقريبا دي بوابة اتقفلت اهي. ربنا يستر علينا كلنا. طبعا دمياط هنا يعني بالنسبة انها تحتوي على طابية او قلعة عرابي، فهي بتحتوي على سلسلة من التحصينات الحربية التي اقيمت منذ الحملة الفرنسية على مصر لحماية شواطئها من الغزو البحري.
زي ما احنا شايفين، لان ده يعتبر اللي هو نهر النيل عطول. فطبعا كانوا بيدخلوا عشان الحرب من خلال نهر النيل، فدي كانت الطابية اللي بتحميهم من الغزو اللي بيجي من ناحية نهر النيل. شايفين معايا مساحتها كبيرة جدا، يعني كل ده والطابية لسه ما خلصتش. خلينا كمان نشوفها من هنا. يا الله، ده كمان باب آخر ليها. الحاج رضا، المكان هنا في احنا في محافظة دمياط، مدينة عزبة البرج. هنا هي موجودة في مدينة عزبة البرج، وقلنا مدينة عزبة البرج سموها البرج نسبة طبعا للأبراج اللي اتعملت هنا من خلال قلعة عرابي، أو اللي سموها دلوقتي طابية عرابي. كمان ده مكان ليها، لو نطلع مع بعض نشوفها من فوق. بسم الله، الصوت. طب الصوت كده تمام اهو. كده احنا بنشوف الطابية او القلعة من فوق، يعني طلعنا فوق الجبل وبنشوفها مع حضراتكم. لا يا ابو ادم، احنا دخلنا القلعه من جوه، يعني محدش بيدخل القلعه من جوه اصلا خوفا من فعلا العفاريت. وانا قلت فعلا ورانا طابية، بس النهارده الجمعه. دي كمان الدور اللي فوق، الصوت كده اتحسن. تسلم لي يا حاج رضا، استاذ سيد، ربنا يسعد ايامك. تسلم لي. شايفين مع بعض، انا عايز اوريكم ان المساحه، انا يا رب بس تكون الكاميرا فعلا قادره توصل المساحه العظيمه اللي هي يعني قلعه عرابي موجوده عليها. دي بقى اللي كانت بتحمي مدينه دمياط من الاحتلال، وبتحمي وبتحصن نفسها. كمان شوفوا اخده منين، يعني كمان الحته اللي هناك دي اخده كمان منها. ما شاء الله، مساحة كبيرة جدا زي ما قلنا. يعني كمان السوريين كانوا باتساع 15 متر. احنا قلنا مساحتها 60,000 متر مربع، يعادل 14 فدان. دي من آثار دمياط اللي بنعتز بيها جدا، وهي قلعة عرابي او اللي سموها دلوقتي طابية عرابي. ده تقريبا كانت غرفة من الغرف ايضا. طبعا الجن موجود في كل مكان، احنا منقدرش نقول مفيش جن. واي مكان مهجور بيبقى بيقولوا طبعا اللي بيسكنوا العفاريت او الجن، بس الحمد لله احنا ربنا حمينا، ويعني ايماننا قوي، ودخلنا وخرجنا وحوش زي ما شايفين مع بعض. ونشوفها كمان من فوق. هو طبعا عايزين فعلا يتم ترميمها ونهتم بالموضوع، واصدر قرار بالفعل بترميمها، ولكن لسه ما تنفذش لحد دلوقتي. اكيد في يعني خطط للترميم، وانا فعلا لو اترممت وبقت يعني هتبقى عظمة فعلا زي ما بيقولوا، لان احنا عايزين برضو نحافظ طبعا على اثار بلدنا. انا عايزه اقول اللي اصدرت وزاره الاثار المصريه قرار بترميمها منذ 13 سنه، هو القرار الذي طبعا ما اتخذش او ما تنفذش الحداد دلوقتي. وسجلت الطابية في عدد الاثار الاسلاميه، يعني كمان دي اثار اسلاميه مش اي اثار، كمان بالقرار رقم 21 لسنه 1985. ومن يومها ما حصلش فيها اي اجراء او اي اعمال صيانة او اي حفر الا كشف السور الخارجي للخندق، وده كانت سنة 1989. احنا شايفين مكان اثري وعظيم جدا.
طبعا اللي عايز اقول لكم ناس كتير ظابط هنا طلعت عرابي، يعني من سواء فنانين او مشهورين، او لما بينزلوا دمياط اول حاجه بيعملوها اللي هم بينزلوا هنا طلعت عرابي وبيشوفوها، او طابية عرابي زي ما بيقولوها اهل المدينه هنا او اهل دمياط عامه بالنسبه طبعا لطابية المراكب اللي وراها فسموها طابية. بس هي في الأساس قلعة عرابي. متابعي أبو كبير، منصة أبو كبير ميديا، شفنا مع حضراتكم قلعة عرابي وشفناها ودخلناها من جوه، وكانت مغامرة حلوة قوي مع كل متابعينا الكرام. وبكده يبقى وصلنا لختام اللايف بتاعنا. أسعد الله مساءكم، كانت معكم تيسير خنيني مراسل محافظة دمياط، وإلى اللقاء في لايف جديد إن شاء الله.